جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: سمعت من أكثر من شخص بأن المرأة إذا خرجت وجب عليها ستر جميع جسمها عدا وجهها، واستدل في على كلامه من السنة والقرآن، في حين سمعت أثناء وجودي هنا من أكثر من عالم بأن المرأة إذا خرجت وجب عليها غطاء وجهها، وهذه ظاهرة هنا والحمد لله، ولذلك هداني الله لذلك والتزمت بغطاء الوجه، لكن بعض الأئمة أباحوا كشف الوجه. وجهوني جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا يجوز للمرأة كشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها، سواء كانت في البيت أو كانت خارج البيت، لأن الوجه هو أعظم ما في المرأة من فتنة. وأيضا الأدلة من القرآن ومن السنة تدل على وجوب تغطية الوجه، لا كما قال هذا القائل من أن القرآن يدل على كشف الوجه، هذا خطأ. وكذلك السنة لا تدل على كشف الوجه، وإنما تدل على العكس، تدل على تغطية الوجه. أما القرآن في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وهذا صريح في تغطية الوجه. ولما نزلت هذه الآية بادر نساء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وعنهن، بادرن بتغطية رؤوسهن ووجوههن حتى خرجن كأن على رؤوسهن الغربان، يعني من السواد من الأغطية التي غشينا على وجوههن وعلى رؤوسهن، عملا بالآية الكريمة وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على وجهها، سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا صريح في تغطية وجوه النساء عن الرجال غير المحارم، وكان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وإذا سألتموهن، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن الطاهرات المطهرات، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب ما يستر المرأة سترا كاملا من باب أو ثوب أو جدار أو غير ذلك، بحيث لا يظهر من جسمها شيء أمام نظر الرجل غير المحرم. هذا دليل من القرآن على وجوب ستر الوجه. وقوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والخمار هو غطاء الرأس، أمر الله أن يدل على النحور، ولا بد أن يكون مارا بالوجوه. وأيهما أولى بالستر، النحور أو الوجوه؟ لا شك أن فتنة الوجه أشد من فتنة النحر، ولهذا يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم. وإن قال بعض الأئمة رحمهم الله بجواز كشف المرأة لوجهها عند الرجال، فهذا اجتهاد من هذا العالم أو من هذا الإمام، ولكن اتباع الدليل هو الواجب، والاجتهاد يخطي ويصيب. والله أمرنا بطاعته وطاعة رسوله، ولا نأخذ من اجتهادات العلماء والأئمة إلا ما وافق كتاب الله أو سنة رسوله. وأما هم فهم مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، لكن لا يجوز لنا أخذ القول الخطأ ممن كان، بل الواجب علينا أن نأخذ ما ترجح بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.